لو المبادرة دي مرة في الأسبوع. معانا المهندس محمود السيد رئيس قطاع في شركة النيل العام لإنشاء وطرق. مرحبا حضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. إحنا بنشكر طبعا مجلس الإدارة وسيد رئيس مجلس الإدارة المهندس علي عياد على المبادرة السريعة والتجاوب السريع مع مبادرة مصر النظيفة يعني. لا شكر على واجب. انت حضرتك عارف طبعا ان احنا من اوائل الشركات اللي ممكن تشارك في حملة زي دي. ابعاد كتير لبعد اجتماعي لبعد تنموي، واحنا من شركات الطرق العملاقة، فده طبيعي، امر طبيعي. اهم المشروعات اللي قامت الشركة بتنفذها خلال الفترة اللي فاتت عشان بس نبين للمشاهد والمواطن ان شركات الدولة ما بتحتاج دعم بالفعل، الشركات دي بتبقى هي السند زي ما كان في 67 و73. طبعا حضرتك عارف ان احنا مشاركين في المشروع القومي للطرق من ساعة ما بدأت المرحلة الاولى ليه، ونفذنا عدد من المشاريع في المشروع القومي للطرق. على سبيل المثال مشروع سوهاج البحر الاحمر، مشروع شبرا بنها، مشروع الدائري الاقليمي، واحنا من الشركات العملاقة في مجال الطرق. وده يعني متوسط حجم الشركة تتراوح ما بين حوالي مثلا 6 مليار. ما شاء الله، حجم تنفيذ أعمال يعني. احنا معانا حاليا حجم يعني أعمال تتراوح من 6 مليار ل 7 مليار.